يسعد صباحكم أحبتي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وفقرة الأبراج لهذا اليوم. أتمنى لكم نهار مبارك وبداية أسبوع مباركة إن شاء الله، تحمل في طياتها الخير، التقدم إن شاء الله وتحقيق ما نصب له، ونطلب الأمن والأمان والسلم والسلامة والصحة إن شاء الله للجميع للجميع يا رب إن شاء الله. بداية أسبوع موفقة، ويعني بضمن ما إحنا دنشوف من خلال تحرك الخارطة الفلكية، القمر هذا اليوم متواجد أحبتي في برج الحوت المائي، ورح يمكث فيه إلى غاية يوم 18 بالشهر. فيوم 18 بالشهر رح يكون عندنا ثلاثة تحركات وتغيير بالخارطة الفلكية. أولا يوم 18 بالشهر رح يكون انتقالة القمر إلى برج الحمل الناري، وكذلك عودة كوكب المشتري إلى التقدم في برج الدلو، وعودة عطارد إلى التقدم في برج الميزان. فنشوف يا المخرج الكارت، عندنا يوم تقدم كوكب عطارد في برج الميزان في يوم 18/10 يكون من هذا الشهر، وكذلك بنفس اليوم وبنفس التاريخ راح يكون كوكب المشتري في حال التقدم في برج الدلو الهوائي أيضا في يوم 18/10. شكرا سيدي المخرج. أكيد أكيد أحبتي عندنا ثلاثة كواكب، فعلى هالأساس يجب أن نستبق الأحداث، لأنه ما ممكن في حلقة واحدة أو لقاء واحد نقدر نتكلم عن ثلاثة كواكب لضيق وقت الفقرة أكيد. فلهذا السبب نتحدث شوية شوية. إحنا يعني ليش تحدثت هذا اليوم؟ أولا حتى نعرف أنه هناك تغيير في الخارطة الفلكية اللي راح يحدث كل ما كانت الكواكب متقدمة في برج كل ما كانت أفضل. كذلك هذا التقدم راح يسعف الأبراج اللي أثرون عليها واللي يتراجعون بها الكواكب. إضافة إلى ذلك هي بشرى حلوة لمواليد برج الميزان وبرج القوس وكذلك برج الحوت وبرج الدلو، وكذلك للأبراج اللي بقية الأبراج أكيد، لأنه تحرك أو تقدم أو تأخر الكواكب يأثر على الأبراج كلها، وخصوصا أن هناك عشريات لعطارد وكذلك عشريات للمشتري. المشتري يحكم الحوت وكذلك يحكم القوس وموجود بالدلو، وعندنا عطارد يحكم الجوزاء والعذراء وموجود حاليا في الميزان. فهذه الأبراج الستة بالتقدم كل واحد حسب الكوكب الموجود به راح يشمل فد نوع من الإيجابي. تراجع الكواكب يأثر على الطباع وطريقة التفكير أحبتي، من خلال العلوم النفسية اللي درسناها نعرف أنه الكوكب من يكون متقدم إلى صفات، ومن يكون متراجع إلى صفات، ومن يكون في برج إلى صفات، ومن يكون في برج آخر يكون إلى صفات. بهذا الشكل نقدر أو نستطيع من دراسة الخارطة الفلكية معرفة الوضع العام أو الوضع النفسي بالنسبة لصاحب البرج. وإحنا أهم شيء عندنا الأمور النفسية وطريقة التعامل وكذلك طريقة التفكير، لكي نسعى معا من خلال النصائح اللي نقدمها لحضراتكم حتى نحاول أنه نجد فت سبيل إيجابي. أكو أحيانا إنسان يقول ما أعرف إيش دا يصير بيه، ليش هيك دا يصير بيه، يعني بالحقيقة ليش، شنو السبب اللي دا يخلي هالأشياء تحدث لي. هاي الأشياء إحنا درسناها ودا نقدمها ودا نحاول نقدمها لأجل أنه نعرف. فأني ليش دا أركز على هذين اليومين؟ لأنه هاليومين راح يصير شوية ضغوط قبل التقدم. وضع القمر في برج الحوت دا يشكل فد نوع من يعني الضغط. شلون يعني
غير نفتهم شلون. فإحنا رح نوصل لكم الفكرة. عندنا النصيحة قبل تقدم المشتري يوم 18 لمواليد برج الدلو مثلا، القمر في برج الحوت. وجود القمر في برج الحوت مع نبتون المتراجع في هذه الفترة يخلي هناك فتنوع من التضارب أحبتي، فتنوع من التضارب بالفكر، وكذلك فتنوع من أخذ الأمور أكبر من حجمها، أخذ الأمور أكبر من حجمها في التعامل في هذه. ليش؟ لأنه نبتون يتميز بالخيال، يتميز بالقدرة على الفن والإبداع، يتميز كذلك بالقدرة على التفكير، لكن بنفس الوقت من يتراجع يسبب الضياع بالقدرة، قلة الإلهام يعني هاي دا أنطيكم فد مختصرات لأنه يعني تشمل فقرات كثيرة. كذلك نلاحظ أنه مستوى الإدارة أو القدرة الفنية أو الإلهام أو طريقة التفكير. ليش؟ لأنه نبتون راح يأثر على جزء من المخ اللي راح يخلي أنه ذاك الإنسان يصيب التراجع أو ما يعجبه يكتب أو يصير عنده فد نوع من عدم القدرة على تحليل الأمور كما يجب. من الناحية العاطفية ومن الناحية الفنية يجي القمر، يجي يدخل إلى برج الحوت مع هالتشكيلة، والقمر أيضا يشكل العاطفة، فهذا شيء يعني أنه عدم القدرة على اتخاذ القرارات سواء كانت العاطفية أو المهنية. فلهذا السبب، هذه تشكيلة وضع القمر مع نبتون. يعني إحنا كبشر شنو المفروض من خلال الأمور النفسية وتأثيرها على منطقة الدماغ الموجودة عندنا ومنطقة الجسم، مناطق الجسم اللي يأثرون عليها الكواكب، فنراعي هذه الأمور. فمن المفترض هسه مواليد برج الدلو القمر في هذه الحالة يقول لك كلش أوكي، مكان كلش أوكي بالنسبة لمواليد برج الدلو وجود القمر في برج الحوت، لكن أنت مدى تشعر بهذا الشعور؟ مدى تشعر؟ هسه أنا أجزم غالبية مواليد برج الدلو مو كلش ياخذون الأمور بجدية، بل أكو فد تشاؤم، أكو فد نوع من الاكتئاب، أكو فد نوع من التراجع الصحي. من يجي القمر يدخل فيه هيجي ترتيب. ليش؟ لأنه عندنا زحل المشتري متراجع، عطارد متراجع في مواقع، فدا يصير عنده فد نوع من عدم القدرة على إدارة الأمور. لذلك لا تعتبر هذه الفترة فترة إلى أن يتقدم المشتري يا برج الدلو، لا تتابع بأمور مادية ولا تجازف بأمور مادية أبداً. قد يتحدث إليكم البعض، أو قد تكشف خفايا البعض، أو قد تنكشف لك أقنعة لناس، أو قد يجوز هذه الناس ممكن أنه تضللك في كلام. مثلاً على سبيل المثال أكو فد ابنية يجي عليها شاب يقولها أنا أريد أرتبط وأنا أحبك وأنتي الحياة وأنتي المعرف شنو يسويها، يعني قصة فاقت روميو وجولييت، وهو بالحقيقة غايته غير ذلك أبدا. فالإنسان من يسمع كلام غير الحقيقة فهذا يشكل عنده فد نوع من الضياع وعدم القدرة على التفكير، عدم القدرة على اتخاذ القرار، أو هو فد حدث أنه أنا شلون شرح أجاوب وشرح أقول ليش. يعني هذه أنا دا أنطيكم فشي تمثيلي. كذلك بنفس الوقت بالنسبة للكبار أو بالنسبة للمرتبطين، فهذا الموضوع نترك نأجل ولا تنطون يعني فرصة أو مجال لهذه الأشياء أن تحدث. لا تنطون فرصة أو مجال. اللي الشخص مثلا اللي أقول لكم إذا هو فعلا جاي على نية سليمة فما راح تكون إلا نيته سليمة، فإذا انحط عد حده أول مرة لا، يقول لا
أني أجرب مرة ثانية. ليش؟ لأنه الإنسان الصادق، الـ الإنسان الإيجابي ما يغير وضعه، هو إيجابي، هو إيجابي، لكن السلبي لازم أحياناً نحط له فتحات في حياتنا. فهالفترة لا تعتبر مجازفة لا في أموركم العاطفية ولا في أموركم المادية. لا تطلبون شيء من أحد، لا تداينون شيء من أحد. هذا الوضع دا يقولكم هيجي إلى غاية يوم 18. من وراء يوم 18 وأني ليش دا أكرر هذا على هذا الموضوع؟ لأن أريد أخلي أنه هذه الفترة نعرف شلون نتصرف التصرف السليم. التصرف السليم، التصرف السليم في عدم اتخاذ أي قرار مادي أو معنوي أو عاطفي. نترك الأمور كما هي. كذلك مجاميع الميزان، مجاميع الميزان أنتوا عندكم كوكب عطارد بعد يومين ده يتقدم، فهو على شنو راح يركز؟ راح يركز على الأمراض اللي تخص يعني ما يخصه هو. وبوجوده مع المريخ في برج الميزان، هذا ممكن يشكل فد نوع من الانتباه. لازم ننتبه أثناء صعود السلالم، أثناء نزول السلالم، أثناء ممارسة الرياضة بالنسبة للرياضيين الجراحين، كل هذول نتابع هذا الوضع في إنه شوية نتأنى ونركز على شيء معين. هذه الأمور يجب أن نخليها في بالنا أثناء هذا الفترة. ما بقى له شيء، إن شاء الله التقدم راح يتم يوم 18، يعني بعد بكرة راح تختلف الخارطة الفلكية جدا. أما الآن فمع وجود كوكب القمر في برج الحوت مع تراجع كوكب عطارد اللي بعده، لأنه قلنا يوم 12 بالشهر 18 راح يتقدم عذرا، فهاليومين ممكن تكون مناسبة لمن؟ ممكن تكون مناسبة لمواليد برج الحمل، العفو مواليد برج الجدي. رغم تراجع كوكب عطارد فبرج الجدي ممكن أنه يكون إلى فد يومين إيجابية، برغم تراجع المشتري وتراجع كذلك كوكب عطارد في مواقع سواء كانت عائلية أو مهنية. هذا راح يساعدكم، ومع تقدمهم راح يكون بعد أفضل. لكن من المفترض في هذين اليومين نتمم أعمالنا مواليد برج الجدي، لأجل أنه يكون عندنا السيطرة والقدرة على السيطرة. ليش؟ لأنه القمر راح يتجه إلى برج الحمل. عندنا بعد منه هذه الفترة مناسبة جدا المواليد برج السرطان المائي أكيد، لكن الرجاء عدم المجازفة في أمور العائلة أو الرغبة في تغيير منزل أو التحول إلى من منزل إلى منزل آخر. إضافة إلى ذلك عدم المجازفة بأمور إقراض الأموال لأحد أو فتح مشاريع أو أي شيء يخص المادة. أنتوا ومواليد برج الدلو، يمكن إذا كان هناك مناقشة لوظيفة فلا بأس، يعني لا بأس، تعتبر الفترة لا بأس بيها، لكن غير ذلك شوية نتأنى. بالنسبة إلى مواليد برج العقرب، راح يكون تراجع عطارد في هذه الفترة ضاغط عليكم في هاليومين، فنحاول قدر المستطاع الحفاظ على الوضع النفسي. نشوف أنه أحياناً يكون الوضع المعنوي شوية بشيء من الاهتزاز، كذلك الوضع الصحي، فنتابع وضعنا الصحي ونمشي أمورنا بطريقة روتينية. لا ينصح بالبدء لكم لشيء جديد، لكن اللي راح يساعد هذا الموضوع شوية يخفف عنكم ويخليكم تحسنون التصرف في هذه الفترة هي وجود القمر في برج الحوت.
راح يساعدكم، ينطيكم فد نوع من الطاقة، فد نوع من القدرة على التحمل أو فد نوع من المقاومة. أوكي؟ مع تقدم كوكب عطارد وتقدم المشتري لا راح تختلف الأمور شوية، مو كلش، لكن ننتظر المواليد برج العقرب دخول الكواكب إليها، يعني إلى تلك المجموعة النجمية، مجموعة العقرب. من الأبراج اللي ممكن تكون مستفيدة من هذا التواجد، قلنا الجدي، قلنا السرطان. بالدرجة الثالثة يأتي الثور. مواليد برج الثور، رغم تراجع كوكب عطارد والمشتري، لكن تستطيع في خلال هذين اليومين البت في أمورك وتتميمها. ومن المفترض، ليش؟ لأنه القمر راح يدخل في البيت اللي سبقك، راح يكون في برج الحمل، فهذه هي فترة إيجابية لتتميم أعمالك إن شاء الله على خير وسلام. مواليد برج الحمل الناري، مواليد برج الحمل في هذه الفترة، في هذه الفترة ليش ما نخلي يعني خل تتقدم الكواكب؟ لأنه تقدمها راح يسهم كثيرا في تعزيز أمورك، في وضوح الرؤية، في شراكاتك العائلية وشراكاتك المهنية. يمكن يكون أكو فد ظرف عائلي دا تمر بي، أو يمكن يكون هناك فد يعني روابط تعزز شراكتك. ما من المفترض هذه الفترة تبدأ بيها، لكن المفترض أنه ننتبه إلى مناعتنا، ونحاول أنه ما نحاول في هذه الفترة اتخاذ قرار عاطف. ليش؟ لأنه الشيء اللي أشرته من وجود نبتون مع القمر وأنت بالذات بالشيء اللي يسبقك راح يخليك في حالة شوية حيرة، وأكو قسم منكم راح يعانون من آلام في منطقة الرأس أو منطقة أسفل الظهر. هذا شيء طبيعي، يعني مو أنه نهمله ونتركه، لا، بس هي هاي الأشياء اللي يعاني منها غالبية ككل أو بصورة عامة مواليد برج الحمل الناري من تأثيرات. فهل وضع الفلكي يقول لك انتبه لنفسك، تمم أمورك بطريقة روتينية، انتظر دخول القمر إلى برجك. بعد عودة المشتري للتقدم في يوم 18، وبعد عودة العطارد أيضا في يوم 18، واثنينهم ما أعرف شلون نرهموها يتقدمون بنفس اليوم، وهذا هو المراد، لأنه إحنا نريد هالكواكب تتقدم. هذا إيش راح ينطي؟ راح ينطي فالدفع إيجابي لك يا مواليد برج الحمل الناري في شراكاتك، وكذلك إذا كان هناك فد عرقلات معينة أو فد تراجعات معينة مدى تخليك كأنما شخص انجبر يسافر إلى فد محافظة معينة، أو انجبر يسافر، أو صار عنده فد مشكلة أو فد معرقلات أو فد قلق معين، سواء كان على نفسه أو على أحد أحبائه. فهذه الأمور كلها تلعب دور في وضعنا. إذن الأبراج قلنا مواليد برج الدلو، مواليد برج العقرب، مواليد برج الميزان، كذلك مواليد برج الحمل. تأتي كذلك هناك أبراج أخرى شوية نتابع. زميلكم الدلو يا مواليد العذراء، أنتوا حالكم مثل حال مواليد برج الدلو، لا تجاسفون بأمور واتخاذ أمور مادية في الفترة الحالية. إذا كان هناك عروض تبدأ، خلي تبدأ من بعد 18 بالشهر. ليش؟ لأنه قراراتكم الآن المادية قد لا تعطي نفعا. يمكن أكو فد أشياء أقدمتوا عليها، أو شعرتوا بشيء من يعني الاختلال في نظام حياتكم، لكن الأيام المقبلة راح تبين مع تقدم عطارد في البيت الثاني. لا، راح تنطيكم فالدافع، راح تقول لكم لا، أنت يمكن يكون تصرفت بطريقة إيجابية سواء على الطريقة المهنية أو على صعيد المال. ليش؟ لأنه راح يكون عندك فرص تعوضك أو فرص تعويضية، ممكن أن تنطيك فتحيز أو كلمع نجم في هذا الموضوع. وكذلك اللي ما عنده يمكن وظيفة، ممكن يكون له وظيفة سواء كان على صعيد الحياة العامة أو على صعيد موهبته.
توظيف مواهبكم راح يساعدكم في الفترة المقبلة جدا في هل الأمور، الكاتب، الفنان، الرسام، الطباخ، هالأمور هذه كلها الموهبة اللي سبحان الله مختص بها، توظيفها راح يكون في صالحكم بالفترة المقبلة. هذه بالنسبة للعذراء. لذلك هذه الفترة نحاول أنتم من الصبح، أو يمكن هذه الفترة شوية قاعدين من الصبح أكو فد نرفزة، أكو فد حيرة، مو كلش المود عدل، هذه الأمور كلها دا تتبع التواجد القمري في برج الحوت، لكن ما أن ينتقل إلى برج الحمل وراح تتعدل هالكوكبين، لا، راح يكون عندكم الحياة راح تأخذ فد مجال أفضل، أو الفكر راح يوصلنا إلى فد طريق هو هذا الطريق الصحيح. فلا تتشكك من أعمالك، لا تتشكك من تصرفاتك، قول يا الله في أعمالك طالما إذا كانت للصالح، طالما إذا كانت للصالح، وحاول قدر المستطاع لا تحتك بشريك العمل أو شريك العاطفة، لأنه هذين اليومين شوية ما راح تكون الأمور للصالح. نأتي إلى مواليد برج الجوزاء. مواليد برج الجوزاء تقول لكم الفترة أنه القمر مع نبتون المتراجع في أعلى نقطة في بيانك الفلكي، لذلك من المفترض الحرص. يقول لك القمر مع نبتون ارفع جانب الحرص في تعاملك مع الآخرين، سواء كان على صعيد العمل أو إذا كان على صعيد كافة الأصعدة، الحرص واجب. لا تقع في يعني مثلا في أمور قد يشوبها شيء، يعني فشي به مجازفة، ممكن أن يكون نتيجته شوية ما تكون إيجابية، خصوصا في هذين اليومين. ما أن يتقدمون هالكوكبين، لا، الوضعية راح تختلف جدا في يوم 18 من الشهر الحالي. فأتمنى لكم الخير، أتمنى لكم السلامة، أتمنى لكم الموفقية إن شاء الله. كل ما كانت الحياة نأخذها ببساطة وبطيبة قلب وبحرص، تكون إن شاء الله الأمور نقدر نسيطر عليها مهما كانت المشكلة يمكن تتعبنا. تمنياتي لكم بساعات مباركة حتى نلتقيكم إن شاء الله. أنقل الأجواء إلى زملائي عمر وحسناء. شكرا جزيلا سيد جنال على تقديم هذه الفقرة، ودعواتنا إليك أيضا بالصحة والسلامة. وهذه فقرة الأبراج كانت آخر فقرة.